بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث وأحداث جديدة في المشهد السوداني، نسلط الضوء عليها برفقة ضيوفي على الاستوديو. أهم هذه المحاور لحلقتنا لهذه اليوم: جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع السوداني وتناول عدد من القضايا في هذه الجلسة، أيضا حديث وتصريح دكتور عبد الله حمدوك على مقدرة السودان وأثيوبيا لحل المسائل الخلافية بالحوار السلمي، أيضا دول البحيرات تناقش قضايا مكافحة التجارة والاستخدام غير المشروع للموارد الطبيعية. يسعدني ويشرفني يكون معي اليوم في الاستوديو متحدثين حول هذه المحاور المحلل السياسي الأستاذ قمر الأنبي المكي. مرحب بك أستاذ قمر. مرحب بك أستاذ عاصم. مرحب بك. نعم، أيضا معي على الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ أسامة عبد الماجد. مرحب بك أستاذ أسامة. بك أستاذ عاصم. مرحب بأستاذ قمر وأستاذ المشاهدين. نعم، إذن أعزائي المشاهدين، عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني جلسة طارئة بالقصر الجمهوري برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي، وقد تناول هذا الاجتماع الهام العديد من القضايا أهمها المشكلات التي تعيق الانتاج في مناطق البترول والتعدين. أيضا استمع المجلس لتنوير ووصف مهني حول من المفوضية القومية للحدود، كذلك على الأنشطة الضارة التي تحدث في الحدود الشمالية الغربية مع دولة ليبيا من تجار للمخدرات وتهريب. أيضا ناقش المجلس موضوع استضافة مجموعة محدودة من الجنسيات الأفغانية في البلاد ولفترة معلومة. أتى هذا الاجتماع في ظرف تعاني فيها البلاد من سيولة أمنية، أيضا في العديد من المناطق يمكن شاهدنا في الأيام السابقة حول ما راج في على السوشيال ميديا بعض المواجهات المسلحة داخل مدينة الخرطوم في المركز، هناك اشتباكات حدثت في مجمع رهف بسوبا، أيضا اشتباكات وإطلاق نار حول مسلحين أيضا في الليلة الماضية. أتى هذا الاجتماع للوقوف على الحلول الأمنية في السودان. بداية دعونا نذهب لهذا التقرير حول هذا الاجتماع الهام ثم نعود إليكم لاحقا. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم مرة أخرى. أيضا كما استمعنا إلى التقرير، مهددات أمنية عديدة جدا وتحديات قوبلت باجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع للحيلولة من هذه القضايا الهام جدا، قضايا الهامة جدا، قضايا الهشاشة الأمنية الآن التي أصبحت في العديد من المدن. بداية أستاذ قمر الأنبي، يمكن واحدة من الحاجات اللي ناقشها الاجتماع أو في بداية الاجتماع المشكلات التي تعيق الانتاج في مناطق البترول، مناطق التعدين، ما هي أسباب هذه المشكلات تحديدا في هذه المناطق وكيف تقرأ رؤية الدولة لمعالجتها؟ نعم، المشكلات في مناطق الانتاج بالنسبة للبترول وبالنسبة للتعدين، نعم، هي ليست مشكلات جديدة، نعم، هي مشكلات قديمة متجددة. هذه المشكلات حول الموارد في السودان ناقشتها جميع الحكومات السودانية، ولكن في 2005 اتفاقية نيفاشا وتحديدا جاءت اتفاقية بعد ظهور البترول أو إنتاج البترول في السودان، وضعت لهذه المناطق الموجودة في الولايات المحددة نسب محددة لمناطق إنتاج البترول، وهذه النسب تذهب إلى تطوير وتنمية تلك المجتمعات. وبعد سقوط النظام وإلى الآن واحدة من المشكلات إنها ما يتحلت المشكلات دي بعد سقوط النظام لعدم اكتمال الحكومات بالولايات، لذا إنه نجد إنه المجتمعات المحلية واحتياجاتها على البرنامج المزورية المجتمعية وإنه ما بيصل بالطريقة المنتظمة وإنه غير كافي وغير كده، وأن هذه المناطق مناطق منتجة لكن لا تجد حقها من التنمية بالضبط. من عائدات هذه المواد المنتجة بالضبط. هذه هي واحدة من 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 المشكلات، يعني هي المشكلات اللي موجودة فيها ليست مشكلات مسلحة ولا مشكلات فيها نوع من المشاكل العنف فيها، إنما مشكلات مطالب عادلة ومشروعة لأصحاب هذه المناطق. يجب على الدولة في مناطق البترول تحديدا أن تقوم بواجبها كامل بدراسة تلك المشكلات
وبالرجوع إلى الوثائق اللي موجودة ووضع خارطة تنموية لتلك المواد ولتلك الموارد حتى تستفيد منها هذه المناطق. أما بالنسبة للمشكلات اللي موجودة في مناطق التعدين، مناطق التعدين الموجودة في السودان، في شمال السودان ولا في دارفور ولا في النيل الأزرق، فهي مشاكل أول شيء ممكن تقول عليها فيها مشاكل نوع جنائية، وفيها مشاكل خاصة بالصحة والسلامة والاستخدام غير الآمن بالنسبة للمواد الكيميائية اللي موجودة في 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 المناطق دي، والتي تضر بالمنطقة وتضر بالمستخدمين نفسهم وطريقة الاستخدام وعدم الوعي الكافي بالاستخدامات اللي فيها. نعم، وزارة التعدين والشركة السودانية للموارد المعدنية لديها فرق سلامة وتطلع من حل لآخر لتلك المناطق، ولديها تفتيش وشرطة وكذا وكذا، ولكن ما زالت هنالك نسمع بمشاكل وبانهيار آبار ووفيات أعداد من الإخوان المعدنين ومشاكل التهريب وعدم الاستقرار، وهذه هي مشاكل موجودة على أرض الواقع. لابد للدورة أن تقوم بدورها المنوط وتدرس تلك المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها. نعم أستاذ أسامة، لو تنقلت لك، يمكن الاجتماع ناقش جوانب عديدة جدا، من ضمن هذه الجوانب قضية متعلقة باستضافة لاجئين أفغان في السودان لفترة محدودة وبشروط معينة، ويمكن المجلس في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع أعلن عن الموافقة المبدئية لهذه الاستضافة، لكن الشارع السوداني انقسم حول هذه الاستضافة ما بين مؤيد أو معارض. كيف ترى هذه الجزئية تحديدا؟ طيب، بداية اسمح لي أرجع خلف شوية. نعم، أدي نبذة صغيرة عن مجلس الدفاع والأمن ذاته، هو بتكون من شنو والضرورة بتاعه. مجلس الدفاع والأمن ده الغرض الأساسي هو مواكبة إيقاع الأحداث المتسارعة ووجود معالجات حلول لها بسرعة، لأنه الاجتماع بتاع مجلس الوزراء ولا السيادي ولا كده قد يأخذ زمن والأحداث تقوم تتطور شديد، ولحساسية الأنشطة اللي بيهتم بها اللي هي تتعلق بالسلامة، بتتعلق بالأمن في المناطق، بتتعلق بالثروات الوطنية. المجلس ده هو بيتكون من قادة الوحدات العسكرية كلها، مضاف لهم السيد رئيس الوزراء والسيدة وزير الخارجية، دي بشكله هم أساس مجلس الأمن، مجلس الدفاع والأمن. الاجتماعات بتاعت الدورية ناقش قبل كده اجتماعات متعددة، قصة الالتهابات القبلية في البحر الأحمر وفي دارفور، جنينة، أحداث الجنينة، وناقش قصة سد النهضة وكده. وزي ما تفضل الأستاذ قمر الآن، قمر الأنبياء، إنه الأوضاع اللي هي بتاعت التعدين والبترول يعني فيها أنواع بتاعت مشاكل مختلفة، هي ثروة قومية يعني ربنا خص بها المنطقة إنها تكون هي اللي بتحملها، لكن هي ثروة حقت الوطن ككل. في عدم استقرار أمني، في عدم استقرار أو التزام بيئي، الاثنين دول هم بيشكلوا يعني الوجه الكبير في المشاكل. يعني بنلقى إنه يعني فعلا في بعض الاحتجاجات في مناطق بتتعلق بالبيئة والتعدين العشوائي والمواد الكيميائية المستخدمة فيه في التعدين العشوائي ده، وما تسبب من أضرار للإنسان وللبيئة المحيطة. ويمكن كان في لجنة كبيرة، يمكن حتى عضو مجلس السيادة البرص الدكتاور هو كان الرئيس لفترة طويلة تحت مكافحة التعدين العشوائي والمواد المستخدمة فيه وأسرع للبيئة وكده. بعد ذلك في مناطق ذات الالتهاب العسكري، عدم الأمني، عدم استقرار أمني بيأثر على إنتاج هذه الثروة القومية إذا كان في مناطق البترول أو إذا كان في مناطق تعدين الذهب. فوق لذا بنلقى إنه في مؤثر أساسي اللي هو الاستراعات، عدم استقرار المنطقة مجتمعيا، يعني تكون في بعض الصراعات داخل المنطقة بين قبيلة وقبيلة، بين مكون ومكون، بين سكان قبيلة ومنغبين وغيره، زي ما في الشمالية وفي دنقلة وكده. فالأسباب متباينة إضافة للأسباب المطلوبة اللي تكلم عنها
أستاذ قمر ده للجانب نعم الأفغاني يتعلق في المزهر دي. بالنسبة للجانب استجابة الحكومة لطلب استضافة أفغان نتيجة الوضع المأزوم في أفغانستان، يعني أنا بفتكر أنه السودان أدى ترحيب والشارع السوداني في أغلبه الأعم ضد المسألة دي، لأنه أولاً البلد نفسها الوضع الاقتصادي فيها والوضع الأمني من الهشاشة بمكان ما بتحمل، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أغلب العناصر الأفغانية دي ذاتها هي عناصر مرتبطة باستخبارات الأجهزة أو الدول اللي كان موجودة في أفغانستان، الحرص بتاع ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا بأنها تطلع عناصرها اللي كان بتشتغل، إذا كانوا مترجمين أو إذا كانوا فنيين أو إذا كانوا أي نوع من أنواع العمالة بيقدموها للمستعمر، وبالنتيجة هم حرصا على أرواحهم بنشوف التكالب العالي والكبير في مطار كابول ده على أساس أن ننقذ نفسهم ننقذ أسرهم من المصير الممكن يقولوا له، لأنهم في النهاية ارتبطوا بماكينة الأجنبي، الارتباط بأي مستعمر. يعني في مقولة تاريخية ثابتة بتقول لك أن الوطنية درجات، أنت ممكن تكون وطني لا أيوة أيوة أساسا ليه، لكن الارتباط بالمستعمر يمكن هناك ظروف ما آلت لأنه هذه يكون هناك مطالبات لأنه للسودان أو للدول أنه يكون في استضافة الأفغان. نظير لو تحدثنا من جانب إنساني، لو تحدثنا من أنه هناك معاناة في أفغانستان، لو حدثنا أنه من جانب يعني تحدثنا عن إنساني، إذا جينا نتحدث من جانب إنساني نعم. ولا من جانب مجتمعي نعم. بنلقى أنه في كثير جدا من دول الاتحاد الأوروبي البنيات الاقتصادية عندها قدرة على الامتصاص والتحمل أكثر من السودان، فيبقى أنه التفكير بتاع المغابل ده تفكير استغلال. يعني دول بعض دول الاتحاد الأوروبي بتفتكر أنه ما قدمت للسودان كافي لرهن الغرار الوطني الغرار السيادي باستيعاب أو تنفيذ طلبات محددة. أنا بفتكر إنه السودان ما قاعد يكون عنده غضاضة من الناحية الإنسانية بدلالة وجود آلاف النازحين الأثيوبيين رغم الوضع المأساوي في السودان. لكن أيضاً عدد كبير من السوريين موجودين في السودان. في كل الدول العربية كل النازحين، في ليبيين، في سوريين، في فلسطينيين، وحبابهم مليون في بلدهم. لكن الاستنكار هنا بيجي من طبيعة تكوين هذه العناصر، واللي هي جزء كبير منها استوطن في تركيا وجزء في قطر، اللي هي تشكل رأس الرمح الآن في عملية أفغانستان دي، جزء كبير في قطر، جزء كبير في الكويت، وجزء آخر في بعض دول أوروبا اللي هي محتاجة لوقت تراجع ملفات وتراجع الوضع بتاع ناس نازحين تدخلهم واحد واحد لبلدانهم. ونحن كبلد فقيرة وبلد غرارة ما يكون عندها 100% بمؤثرات أخرى يعني يدوب كميات من النازل. فالمهم نتمنى أنه يكون في مراعاة للمصلحة الوطنية ومراعاة للوضع السوداني الآن في الفترة الانتقالية والتحول، والسودان أيضا في مشاكل اقتصادية كبيرة جدا يعني يمكن تثقل على السودانيين أنفسهم، فما بالك بتحمل اللاجئين. بالضبط نعم. المطلوب من السيد رئيس الوزراء من السيد السادة في مجلس السيادة نعم. يعني صحيح ممكن قد يكون في مقابل هذا الاستيعاب بعض الإعانات وبعض المعونات التي تقدمها المنظمات الدولية نعم. لكن ده ما يكفي قصاد عدم الاستقرار. جميل أستاذ قمر، يمكن في نفس الإطار من جانب آخر يعني السودان يمكن في شرق السودان هناك لاجئين، إذا تحدثنا أيضا عبر المعبر في ليبيا كما تحدثنا في مقدمة هذا المحور على أن هناك أيضا قضايا في الشمال الغربي في الحدود الشمالية الغربية، وجود نازحين داخل السودان بأعداد مهولة جدا في الفترات السابقة، الآن هذا ثقل أو حمل جديد على السودان الأفغان نتيجة للصراع الموجود في أفغانستان، سيكونون يمكن متواجدين بعد هذه الموافقة المبدئية، كيف ترى هذا الوجود الأفغاني في السودان في ظل أن السودان يعاني أيضا في الفترة الانتقالية من وضع اقتصادي مأزوم؟ نعم، آخر تقرير المفوضة السامي للاجئين في السودان أن عدد اللاجئين في السودان تقريبا 7 مليون لاجئ، ده آخر تقرير إلى إحصائيات قبل 3 أيام خطة سهلة.
وجود أو موافقة السودان المبدئية على دخول الأفغان فيه علامة استفهام كبيرة جدا، لأنه دخولهم، لأن أفغانستان ليست دولة حدودية، يعني ليست دولة جارة. واحد. اثنين، هذا شيء بيتعلق بالأمن القومي، أن تستضيف مجموعة ترى إن الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية هم متعاونون، وترى إن حركة طالبان إنهم عملاء. فالأولى أن يقوم السودان بحوار مع طالبان حول الحلول الداخلية. وطالبان الآن كما رأينا ليس طالبان 2000 ولا 2001 ولا 99. الشيء الثاني اللي عايز أكد عليه، إنه هذه المجموعة كانت من الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية في حوارها مع طالبان، خطأ اللحظة الأخيرة، لم تحسب هذا الحساب عن مصير المجموعات التي كانت تعمل معها، وعن مصير مجموعة من الأفغان. لماذا؟ إنه يعني الأفغانستان يعني بعد ما تطلع المجموعة دي، هل اللي موجودين كلهم طالبان؟ ده واحد من التقديرات الخاطئة للمخابرات الأمريكية، قرأت هذا المشهد بأنه المشهد أو المتصدر المشهد طالبان فقط. في مجموعات كبيرة جدا الآن طالبان تجري حوارات مع زعماء قبائل وعشائر في مشاركتهم في الحكم الغادي. فالخطأ بتاع الولايات المتحدة الأمريكية، خطأ اللحظة الأخيرة، الآن بيتحمله السودان. فأتمنى أنه مراجعة أنه الحكومة السودانية أن تنظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار، وكمهدد أمني جديد، مهدد أمني جديد بالنسبة إضافة للمهددات الأمنية اللي موجودة، أن تنظر إليه بعين الاعتبار، وأن تناقش بشكل جدي مع الدول الوسيطة، يعني مثلا زي قطر كما تفضل الأستاذ أسامة، إنه قطر وتركيا أن تجري معهم حوارات مع حكومة، مع المجموعة بتاعة طالبان الوسط الآن إلى سدة الحكم، أن تجري معهم حوار بحيث إنه هذه المجموعات أن تكون ضمن التسوية الأفغانية كلية. نعم. أستاذ أسامة، لو نقلت لك بعيدا عن الجانب الأفغاني، نرجع للاجتماع مرة أخرى، اجتماع مجلس الأمن والدفاع، يعني تطرق الاجتماع أيضا إلى يمكن الموقف الأمني الآن في ظل هشاشة أمنية حاصلة الآن، في ظل أن هناك سلاح انتشر داخل المدن أصبح مهدد لأمن المواطنين. يعني يمكن في الأيام القليلة الماضية كان هناك بعض التفلتات الأمنية، ويمكن شوهدت عبر المقاطع للفيديو حمل السلاح داخل المدينة والضرب ومطاردة لخلايا أو لمجموعات يعني تعمل على النهب المسلح ما إلى آخره، يعني تشكل مهدد حقيقي داخل المدن. أولا يعني لما ابتدى الحوار بعد سقوط النظام، نعم، ما بين المكونات الحرية والتغيير كمكون مدني، نعم، وما بين العسكر كمكون عسكري، كان الذريعة الأساسية اللي بيستند عليها العساكر في إنهم يكونوا جزء فاعل من أدوات التغيير، هو إنهم بيتولوا الشق الأمني. ومع الأسف الآن الملف الأمني هو من أفشل الملفات في السودان، رغم الصعوبات اللي بتعاني منها الفترة الانتقالية وحكومتها والمهددات، ورغم المعاناة في الوضع الاقتصادي وكذا، لكن بنلقى إنه الملف الأمني ملف فاشل من ناحية الحشاشة الأمنية، من ناحية يعني عدم معالجة كثير من الأشياء، ومن عدم قدرة الأجهزة الأمنية والعدلية في حسم كثير جدا من الملفات اللي بتتعلق بقوة النظام البائد ودوره وأثره اللي بيساهم في زعزعة هذا الاستقرار. لو لاحظنا صحيح الخرطوم عاشت الفترة الفاتت تحت رعب عدم الاستقرار الأمني، عصابات النيجروز، محاولات القتل المجاني في شوارع العاصمة، الإرهاب اللي بيتمارسوا بعض الفئات، أيضا المواجهات اللي حصلت، يمكن أن حاجيها في سؤال تاني، لكن أيضا نضمن المواجهات اللي حصلت في مجمع سوبة، مجمع رهف السكني. نعم. بس قبل ما أجل رحت بذني مساحة معك. نعم. بنلقى أنه عدم الاستقرار ده كله جزء كبير منه هو شغل مصطنع،
مصطنع بالتمثيل، مصطنع بالإخراج. يعني حتى لو لاحظنا يعني حدث بيحصل فجأة في شارع، عصابات شايلة سواطير، وفي نفس الوقت بتلقى إنه في تصوير فني دقيق جدا للحدث، عن الضحية، عن العصابة، الأسلحة بتاعتها إذا كان سكاكين أو سواطير أو أي سلاح أبيض، بنلقى إن التصوير تصوير واضح، بما يدل على إنه المسألة دي مرسومة ومؤقتة. لا هو شوف أستاذ أسامة، بس في نقطة بسيطة، يمكن طبعا يمكن الجمهور والناس المشاهدين الآن أصبحت التكنولوجيا موجودة متوفرة في أي مكان، وبأي شخص ممكن يلتقط صور وكذا، بذلك بتنتشر الصور. يمكن أمنيا، حتى من ناحية أمنية يعني، حتى المعنيين بحفظ الأمن وكذا حتى ما عايزين الصور أو الحياة دي تطلع، لأنه ما تكشف أن هناك خلل أمني موجود. الآن الغراءات للصور طلعت، زوايا التصوير بتدل على أنه التصوير تصوير احترافي، من ما معه في يطلع شارع ومن زوايا محددة. كويس. الغرض الأساسي من الناس، الغرض الأساسي هو بس هذه الفيديوهات في فضاء الميديا عشان يحدث هذا الرعب، عشان احدث هذا الرعب. فعلا كان في عمليه، عمليتين ثلاثه في الشارع السوداني في الخرطوم، ده العمليات حقيقيات، لكن التضخيم في السوشيال ميديا هو تضخيم متعمد لضخ مزيد من ال. ما الذي يتعمد التضخيم برايك؟ يعني ممكن يكون النظام البائد له دور في انه تاجيج المساله الامنيه. مؤكد قبل كده كثير جدا من عصابات النجرس دي اتضح او بالتحقيقات انه عندها علاقه بمحركين اساسيين خلفها من عناصر النظام البائد. والمساله دي مترابقه مع هجمه على لجنه التمكين، مترابقه مع هجمه مع ضيق الوضع الاقتصادي، ومترابقه مع قطع وسرقه المحولات تحت الكهرباء الكبيره. ومرتبطه بعده ظواهر كثيره، يعني ما ظاهره واحده بتاكد بدليل قوي جدا جدا انه الاجهزه بتاعت مكونات النظام البائد بما فيها الشيء الشعبي بتاعه ده وكده، دي كلها لعبة دور ومستغل الحشاشة بتاعت الوضع الأمني. الوضع الأمني الآن محتاج لمراجعة، محتاج لحسب، محتاج لعقوبات صارمة. عقوبات صارمة تقدم دليل له، ده السبيل الوحيد لردع الجريمة وردع اللي بيفكر تاني إنه ينهب ويسوي أو يكسر أو يعتدى على المواطنين، مفترض يقيم عليهم حد الحرارة يعني. فدي كلها مشاكل مفترض تعاد فيها النظر، عشان يقدر المكون العسكري، من إذا كان في وزارة الداخلية عز الدين الشيخ، أو إذا كان في القوى الأمنية الأخرى، الأمن والمخابرات والشرطة، إنها تقدر تلعب الشرطة عز الدين الشيخ والأمن والمخابرات والجيش والدعم السريع، القوى المشتركة اللي تكونت دي تقدر تلعب دور زي لنفس الفهم القدرة حسمت به التفلت الحصل في مجمع رهب، اللي هو قوة مشتركة بعد ما قوة مسلحة واجهت الشرطة بالرصاص ورفضت إنها تطلع. يعني في مقولات يقول إنها هي قوة مسلحة تحت اسم تمازج. وآخرين تمازج نفت إنها هي ما عندها مجندين في العاصمة وما عندها مجندين في المجمع ديا. لكن البيان الرسمي للشرطة تحدث عن جهة محددة اللي هي تمازج، و تم تكوين قوة مشتركة استطاعت إنها تحسم هذا التعدي وهذا الرعب اللي متمارس في شارع سوبا بسرعة وبإمكانيات عالية. فبفتكر إنه نفس هذه القوة في مناطق متعددة من العاصمة وجودها مهم، والأجهزة العدلية تقوم بدور الأساسي في إنزال أقصى العقوبات بما أن يتم قبضهم كمتفلتين، كمعتدين، كمخربين. نعم. على أساس أنه نكون عذر للآخرين يعني. نعم. لمن بعد الملأ الثاني اللي موجودة الكمية فيه ده، أنه بيشكل غنبلة مائية للسودان، لأن السودان هو في الوسط، المتضرر الأكبر الآن من صد النهضة في حال انهيار صد النهضة هو السودان. لذا أنه السودان حماية صد النهضة واحدة من واجباته، يعني قدر له القدر أن يكون من واجباته. أثيوبيا محتاجة إلى السودان من الأمن الغذائي، والسودان محتاج من الأمن والاستقرار المائي لإنتاج الأمن الغذائي اللي يعين السودان والمنطقة كلها بما فيها أثيوبيا.
والسودان محتاج أيضا إلى البنية التحتية اللي الآن في التخطيط التنموي للبنية التحتية في السودان من ضمنها الطاقة، محتاج للطاقة الأثيوبية لأن الطاقة التي ينتجها صد النهضة أكبر من طاقة أثيوبيا، أقرب واحد من الدول اللي هو في التسويق السودان. لذا إن المعادلة الكسبية والانتفاع من هذه المعادلة هي الطريق الأغرب والطريق إلى استقرار المنطقة بأكملها. فأي تعنت من المبادرات، جميع المبادرات المطروحة كما تفضل الأستاذ أسامة هي مبادرات سلمية، مبادرات منطقية، مبادرة الرباعية اللي فيها الأمم المتحدة وفيها الولايات المتحدة الأمريكية وفيها بريطانيا، وثاني مبادرة كان قامت بها دولة الجزائر مشكورة. فهذه كلها للوصول إلى حلول سلمية. السودان خلافه وحيد فقط مع أثيوبيا حول الجانب الفني، المعلومات الفنية. السودان برؤيته أن تكون هنالك قانون ملزم فقط، أما من ناحية الفوائد والمكاسب والمخاطر والأشياء هذه كل السودان كلها بينظر لها بعين الاعتبار والتقدير. نعم أستاذ أسامة، يمكن تحدث أستاذ قمر عن أنه سد النهضة يعني السودان يهمه كثير أمن هذا السد بشكل كبير جدا، باعتبار أنه لو حصل ما أي شيء ضار بالسد يمكن يتأثر السودان كثيرا. بالأمس كان هناك محاولة اعتداء على السد، يعني يمكن الحكومة الأثيوبية يعني أصابع الاتهام مبدئيا توجهت إلى التجراي وأنه هنا عناصر من التجراي وبعدات كبيرة جدا واستطاعت أن تتسلل إلى هذا السد، وكانت تنوي بعمل تخريبي في السد، وتم يمكن القضاء على 50 من هؤلاء المسلحين لقوا حتفهم وآخرين تم اعتقالهم وما إلى ذلك. ولكن هناك كانت توجد تصريحات مبطنة أن هناك أيادي خارجية لهذا العمل التخريبي، هل يمكن يعني كانت تشير الإشارات أن السودان ومصر يلعبان دور في هذا العمل، وهل بيمكن يعني ما يحدث الآن من 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 مستجدات داخل سد النهضة هل يمكن أن تقودنا إلى أنه ممكن يحصل أي عمل خلينا نسميه إرهابي في السد تتأثر منه المنطقة كلها؟ هو سيدي العزيز أثيوبيا بتعيش عدم استقرار، عدم استقرار ما سياسي بس سياسي وعسكري، وبالضرورة عشان تقدر تسيطر على وضعها إنها تحاول تصدير بعض هذه الأزمات وربطها بالخارج. فشي طبيعي إنها تحاول تلمح الإعلام الأثيوبي عن تورط السودان أو تورط مصر أو أي جهات أخرى في محاولات تخريب سد النهضة. صحيح السودان عنده رأي في سد النهضة، وإذا كان على مستوى الجوانب الفنية ولا الاقتصادية، لكن دي كلها السودان تداركها وبيقم وبتوقف على مسألة بناء أو وضع اتفاقية ملزمة للأطراف الثلاثة عشان تلتزم بها قدام العالم، يعني ضمير العالم. ده الخلاف الأساسي زي ما تفضل الأستاذ قمر، لكن بيبقى إنه الوضع المأزوم في أثيوبيا. صحيح سياسيا في السودان في أزمة سياسية ومرحلة تحت انتقال وعدم استقرار سياسي وفيها شاشة أمنية داخلية، لكن بحمد الله ما وصلنا لمرحلة حروب داخلية. لكن في أثيوبيا التجراي بيطالب بانفصال إقليم ونضمن معه بعض المكونات الغبلية الأمهرة وغيره وغيره، معلن عن تضامنه بما وضع السلطة في أديس في تحت ضغط الجبهة التجراي وسندان المطالب الشعبية في أثيوبيا. بيبقى إنه عشان يقدر يمتص المسألة دي في النهاية هو بيجنح لجنح السودان واتهامات لقد يكون ما عندها أساس يعني. نعم أستاذ قمر، بالنسبة للهجوم يمكن الوقت بداهمنا في دقيقتين، بالنسبة للهجوم على سد النهضة تحدثت عن ضرورة أن السودان يعني بتهم حماية السد بشكل كبير جدا، يعني هل في مخاوف من أنه يحصل عمل إرهابي حول السد؟ نعم الهجوم لو تلاحظ أنه إقليم تجراي هو في أقصى الحدود الشمالية الأثيوبية مع إريتريا، وصد النهضة في أقصى الحدود الجنوبية الغربية من أثيوبيا. الهجوم اللي حصل ده من مجموعة محددة، المجموعة المحددة دي بتشير إلى أنه هناك تفكير لدى قادة التجراي على افتعال حرب المدن أو حرب العصابات، وهذا ما يشكل الخطورة أو تخفيف واحدة من الجبهات للقتال. ده مؤشر بأنه أن لا رؤية داخلية داخل أثيوبيا لحلول سلمية وأنه الموضوع ماشي يتعقد أكثر،
لما تقضي مجموعة في حرب مدن أو حرب عصابات ده مؤشر لأدلجة القضية نفسها يعني أو لأدلجة الأزمة، وهذا مؤشر خطير. لذا إنه على السودان مراقبة الحدود تماما ليقطع أي تحركات في هذا الجانب. جميل، شكرا أستاذ قمر الأنبياء المكي، كنت ضيف معنا الليلة في حلقتنا مع الحدث لتناول هذه المحاور الهامة. أيضا الشكر يمتد مشاهدينا الأعزاء للمحلل السياسي الأستاذ أسامة عبد الماجد، شكرا لك كثير. مرحب، شكرا لك. أهلا. إذن مشاهدينا الأعزاء هكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مع الحدث، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.